عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وابيك السلام عليك وعلى امك واقيك واقيك يا ابا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا انيس النفوس السلام عليك يا مغيث الشيط وثوار في يوم الجزاء علي بن موسى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأخر الزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.